تخرج تقعد، انا ماليش فيه. انا اللي عايز اعرفه دلوقتي اللي بينك وبيننا ولا ابراهيم. كتفي وجعني قوي يا كوري. الواد غزال. سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا. اللي بينك وبين نوال. نوال ايه ونيله ايه؟ نوال ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا يا هيم، انا كوريا. وانا هيمه حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي خلاها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشروع حاضر يا كريم. ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ شفتش عملت ايه؟ شفت شفت انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا. ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا. انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بت يا هبله، ده شغل حريم. دي بتعمل كده عشان ارشم الحيطه، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحه لك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما، بموتها يا كبدها.